احنا من 2018 المصنع هذا كامل 100% مونتي 100% كان عندنا مشكل تاع غاز وتريسيتي. بعد تدخل رئيس الجمهورية التدخل الاخير تاع سيد رئيس الجمهورية التريسيتي دخل سير بلاس والغاز رانا اونكور بربي ان شاء الله واحد الشهر يدخل الغاز وباذن الله احنا شهر عندنا شهر نديرو لي زيسي ونشعلو الفور تاعنا دونك من شهرين ان شاء الله ندخل في عملية الانتاج. كل الظروف تكون مهيئة لانطلاق هذا المشروع اللي غادي يخلق اكثر كاباسيتي دو بلان يعني غادي يشغل اكثر من 260 منصب شغل اضافه اقتصاديه بالنسبه لولايه تبسه ونسعى تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهوريه الى تقديم كل التسهيلات للمستثمرين للانطلاق في الانتاج.